الظلمه والجهله والفقره والمرض والجوع والرشوه والمحسوبيه كلمات لا ينبغي ان تدل على معنى في بلادي. اريد فجرا جديدا يشرق فيه شمس السعادة والحرية والمساواة. فاروق الأول ملك مصر والسودان والتوابع. أبويا أنا الابن الشرعي الفاروق بعد أحمد فؤاد أو قبل أحمد فؤاد. قبل أحمد فؤاد. أحمد فؤاد مواليد 52 أنا مواليد 46 قبل أحمد فؤاد. في قضيه مقامه عن النسب على فكره في محكمه طنطا. ولا حضرتك رافع دعوه نسب؟ ايوه. رافع دعوه اثبات نسب.